من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتقبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما عند ربك يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء جات الرجع والأرض جات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمحلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم
حكيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل صافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين
روحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شجرة پاک ہونے جا رہا ہے جو لوگ بیٹھے ہوں سبھی کھڑے ہوئے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلهي ترجو أبني ذات بر أنوار كا صدقا نبي ومرسلين پیغمبر أنصار كا صدقا إلهي فخر عالم أحمد مختار كا صدقا إلهي جان پاکے حیدر قرار کا صدقہ ریاض فاطمہ حضرت حسن جان رسول اللہ حسین ابن علی اور عابد بیمار کا صدقہ امام باقر وجابر امین موسیٰ قاسم علی موسیٰ رضا معروف شب تار کا صدقہ رواسل سکتی جنید سبلی و برکی شہ عبدالحزید و واحد دین تار کا صدقہ نقوس بو الفرام بو الحسن امبو سید الدین فریوز غوث اعظم سید ابرار کا صدقہ الہی سید عبدالرزاق محی الدین صالح کا
بهاي سيد احمد سرور سرکار کا صدقہ شہد سید علی و شیخ موسیٰ آل بے دورا شہد سید حسن ارمان کس وغمبار کا صدقہ پگانے شیخ بوال عباس وام شیخ بہاودی غمِ سید محمد ہر زرارِ دار کا صدقہ فریدو شاہ بیکر شاہ ابراہیم ملتانی وحیدِ حسرِ ابراہیم بیکر دار کا صدقہ امام الہند اور شاہ سید شاہ ہدایت شہ عبد الصمد سرحد کا اختیار کا صدقہ جلال سید رزاق اسماعیل شاکر کا جمال شاہ ذات اللہ علم بردار کا صدقہ جناب حاجی خادم علی محبوب سبحانی شہ وارث حلیم است میں اسرار کا صدقہ تصدق سید ابراہیم والے پاک وارث کا شہ سید علی احمد نکو کردار کا صدقہ وسیم وارث عالم مہتاب و عظمت شاہ کے صدقے عطا و سرکار نعمت اللہ شاہ کو یا رب احمد مختار کا صدقہ ابن حیدر اور وارث پاک کی رسائی میری نعمت اللہ شاہ کے صدقے عطا و سرکار سید رحمت علی شاہ کو یا رب سرور و سردار کا صدقہ در رحمت کی گدائی ملی نعمت اللہ شاہ اور وارث پاک کے صدقے عطا ہو سرکار سید سراج علی شاہ کو یا رب پنجتن پاک کا صدقہ مصطفیٰ